اليوم تواجد في مقبرة سيدي مولا رشدي بن يسار لتشيع جنازة المرحوم أحمد المونسي معروف باللقب الفني أحمد النقاتي. بطبيعة الحال فنانة يقدم إجل الخدمة للفن للغناء للسنوات السبعينات والثمانينات إلى حدود التسعينات. ثوان بن يسار مرة سنت التصعيد وبطبيعة الحال الموت الناس سجاج أثر حزين ذي الساكنة بن يسار باعتبارها أنه تغث من بين الفنانين الكبار ذي على المستوى الإقليم ماشي فقط ذي بن يسار. ثوى النظار مرة الفنانين تبعت السنانت لأنه تغي تنشط الحفلات لسنواتني. ومؤخرا يعتزل الفن يعتزل الغناء يدور يتقدم أمداح نبوية للأشعار الدينية يعني يتنشط زي الحفلات الدينية. الخسارة الوداع الناس نهاران تعتبر خسارة بالنسبة للفن بالنسبة يعني من يقدم إلى آخره. تنتمنى أنه في السنوات الأخيرة هذا يقدم شوية المساعدات لأنه تغيهرش وبالتالي يموت مغمور وفي السن حد طاس فن تبت الحد تودعيت ونتمنى كسياس الدعوات تشي ضربي غادي غفار غادي يجعل من المقربين سيدي ربي إن شاء الله والله يرحمه ويوسع عليه للوفاة نص نهارا. هذه الساعة فينا نتواجد في مقبرة ذي بن يسار نهار أيضا غادي يجي الخبر بالله يتوفى جن الفنان دمقران المنسي أحمد. يعتبر جن الفنان قديم من مرة وغاس التاريخ ذي الفن ونتطارس إن شاء الله صار رحمة ربي. إذا أنا كي حضر مرة ذي المناسبة يا أخويا أحمد لقيتي غي توفان إذا ناض نهار قد ننظر كخ مرة ذا الملكي دس إستوريا الناس نحمد نحمد رب العالمين ذي سقاب البركة إن شاء الله فاميليا نسي الأهل الناس نتمنى إن شاء الله سنتا ديوان بغيجنا الرحمة إن شاء الله جميع الأمة سيدنا محمد خوقك كيسا ذي مبرينا ننظر إن شاء الله نهارا السي أحمد السن خاسيج نمضى سبحان من أم وذي سبو التبخيم وذي سبو شان حيشت وتنقسشت يخدم الشغل الناس طاوح طاوح الناس يوذا انت مون كيس مارا شين امدو كان الناس وكي نزيبو شان حيشت الخائنة ولا تنقسشت ولا ذا سبحان هذا سي قابي ان شاء الله يجنا الرحمن ان شاء الله نتمنى الجميع ان شاء الله حمد يجن وقت التاصين خذ مارا تسمع عشا مارا التاصين ندى مارا الوقت غم قالوا من مين تا وحده شين وحده الناس كل جن يخدم وحده نتمنى نتمنى ان شاء الله يجن نار الرحمن ان شاء الله رب العالمين يا رب العالمين. السلام عليكم وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نهار كنحط هذه الجنازه امينو المنسي احمد الصديق الناغ الصديق امازيغ الصديق المغربيين مره نحظى جميع نوين الطاس نشين الجيران تقريبا نشين 28 سنة نشين الجيران دي بنيسا نهارا كنحط راسي رموكس نفتار السيدة ربي أثي أحمد دي سيخسار أثي أحمد أحمد ربي مرة ويموثن الأمة الإسلامية إن شاء الله وانت تار الصبار إثومة النس تاروا النس ذي أصدقاء النس وذي هذا ومغيني غير يثمع أحمد ذي جن تغد ذي الفنان ذا قديم والفنان وحامل القرآن تغث هذا شنو يغدر فقي يغرى القرآن تغى حامل القرآن الكريم تغى يحطار ذي التبيتات أمك يوذان وحطار ولكن ماذا غيني تغث إنسان طيبك جيرانك أكتر ونسك ويتجنسك كذا نغنشنك الفنانة ماري مدوكرنس ربدان يجي الإنسان عما سور نرعيب وذيني نتمنى يا صار رحمتنا ربي وعفاكم تقضيك النيو
نحفر على أكثر فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلال من يعير القرآن فهم محون. وجعلنا من بين أيديهم سدورا من خلف ما جعلناهم فهم أبصرون. وسواء قريب أنظرهم أنظرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع بك وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم. قال سبحكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أو تعملوا يشاء الله وصمه إنتم إلا في ظلال مبين. كان محسن فاز بأحسنه وإن كان مسيء فتجاوز عن سيئاته. اللهم يا ربي لا تحرمنا أجرا ولا تفتنا بعدا واغفر لنا ولا ويمن كتابه ويسر حسابه وثقل ميزانه بالحسنات. اللهم يثقل ميزانه بالحسنات. اللهم يا ربي أبدله دار خيرا من داره وهل خير من أهله وعافه يا ربي فتنة القبر أم سؤال منكر ونكير من عذاب جهنم. يا ربي بعد بينه وبين خطاياه كما بعث بالسماء والأرض. اللهم يا ربي نقه من ذنوبه وخطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اصرف الثلج والماء والبرد. اللهم أنزع اسم رحمتك واسكن فسيح جنتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي نسح وحشته يا ربي ونحس وحشته وحمه وربطه. اللهم الحقنا به مسلمين يا ربي الحقنا به مسلمين تائبين طائعين على الشهادة ثابتين يا رب العالمين. كذلك اللهم يا ربي يسعق مد بصره. اللهم يسعق مد بصره. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم ارزق قبره روضة من رياض الجنة. يا رب العالمين. الأولاد ديالو والأقارب ديالو كافة اللهم بدل محبتهم صبرا. يا رب بدل محبتهم صبرا. والصبر للجميع العزاء الجزيل عبادك المحتسبين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. الحين لكل أجل كتاب صدق الله العظيم. شكرا لحضور على الحضور في هذا الفنان الكبير الشيخ أحمد المنسي من الفنانين القدماء. أنا كشخصية عشت معه من السبعينات وذلك هذاك واحد الفنان أصيل مع الأسف ولكن هذا موت النغاق ثلاثة يتسمى شوي الفني كشا حاجة وغاسبوا له اعتبار بزاف. سي أحمد الفنان يتسمى سريج المدرسة الفنية هذا أول يعني يتسمى يتغنى على العود يتغنى بصفته كمندوب النقابة الحرة الموسيقيين المغاربة. عشت معاه مراحل مهمة بزاف منهم تغي تحاسج التضحية تم قران الله يرحمه برحمة الله الله يوسع عليه وانطلب الله تعالى الرحمة والمغفرة وتعازينا الحارة لأهله وأولاده ولأسرته الصغيرة والكبيرة وتعازينا الحارة لكل المحبين ديالو في المكان ميمجان يعني ذي المغربنا. وشكرا للناظر سيتي على هذا الحضور في حضور هذا الفنان هذا في الوفاة ديالو. شكرا لكم كثيرا.